Ah ouais. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من كورنيش مدينة أزمور. مشاهدي قناة شوف تي في، العائلات كيخافوا أنهم يدوزوا من هذا الكورنيش اللي هو متنفس للساكنة ديال مدينة أزمور. العائلات ما كيخدوش يدوزوا هنايا كأنه كيخافوا أنهم يتكريساو ولا كيخافوا أنهم طرا لهم شي حاجة. كيف ما كتشوفوا أنتم معنا على المباشر مشاهدي قناة شوف تي في، يعني ظلام دامس، يعني الظلمة كاينة، وهنايا كاين العائلات وكاين المقاهي وكاين واحد المقهى اللي مطلع على نهر ام الربيع، ولكن في هذه الجهه هذه كاينه الظلمه. باش تشوفوا الاجواء اللي كاينه في هذه الظلمه هذه، والناس اللي كيخافوا انهم يدوزوا من هنايا، كيخافوا انهم يتكريساو. يعني الناس شي واحد الى هبط لهنايا حدوا هذه البلاصه اللي فيها هذه الاضاءه هذه، يعني من غير هذه الاضاءه هذه الناس ما يقدوش يمشيو لهذ البلاصه هذه. كيف ما كتشوفوا حنا غنتمشاو مشاهدي قناه شوف تي في، باش تشوفوا الا درت الفلاش، يعني شويه الظلمه بالفلاش ديال الهاتف، الا حيت الفلاش فراه كاينه الظلمه. كيف ما كتشوفوا ها هما الفليك هنايا، الفليك هما هنايا، كاين السياج الحديدي، كاين في بلاصه اللي ما كاينش فيها سياج حديدي وكاين الظلمه، يعني حتى لا دازت شي اسره ولا شي حاجه راه في اي لحظه يخافوا ان وليداتهم يطيحوا النهر ام الربيع. يعني بالهاتف ما كيبانش، راه كاينه فلوكه هنايا، فلوكه هنايا، يعني بالهاتف ما كتبانش. يعني مشاهدي قناه شوف تي في، بطبيعه الحال العائلات كيخافوا انهم يدوزوا من هذا الكورنيش لحقاش كاينه الظلمه. وانتم معنا على المباشر وغادي تشوفوا هاد الأجواء اللي بهاد الكورنيش هذا. هذا راه كورنيش، الناس اللي ما كاينش مع، وعليكم السلام، الناس اللي ما عندش مع وليداتهم ولا مع الأخوات ديالهم، ممكن أنهم كيدوزوا كيف ما كتشوفوا شباب كيدوزوا من هنا، ولكن اللي مع وليداتهم اللي مع الأسرة ديالهم الأخوات ديالهم ما كيقدوش أنهم يدوزوا من هنا. الى حقاش كاينه الظلمه هنا. يعني كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، ظلام دامس ما كيبانش لك، حتى اللي حداك ما كيبانش. يعني حنايا غاديين وغاديين غير هكاك صراحه. هنايا راه كاين الشوك هنا في هذه البلاصه هذه، في هذا الجانب هذا الاخر كاين الشوك، الى شفتي كاين الشوك هنا، راه كاين الشوك، ها هو الشوك. ومن طبيعه الحال حتى لا جلس شي واحد هنايا بنهار ولا، راه كيخرجوا حشرات، كيخرجوا العقارب، كيخرجوا من هذا المكان هذا. كيف ما كتشوف كاين اشواك، وهذا الكورنيش. يعني في الليل الا دازت شي واحد مع الظلمه راه ما يبانش ليه العقارب، ما يبانوا ليه الحناش، ما يبانوا ليه حتى شي حاجه، الا حقاش ما كاين لا اضاءه لا حتى شي حاجه كاينه هنايا في هذا الكورنيش. هذا كورنيش ديال النهر اللي الساكنه ديال مدينه ازمور كيفتخروا بهذا الكورنيش هذا. السياج الحديدي كيف ما كتشوفوا اللي قلت لكم عليه، ان في اي لحظه شي عائله انها يطيح شي واحد من الافراد الاسره ديالها يطيح. يعني كيف ما كتشوفوا، يعني لحيدنا الاضاءه ديال الهاتف، لحيدنا الاضاءه ديال الهاتف، ما يبقى يبان حتى شي حاجه. وحنا مشاهده قناه شوف تي في، وحنا في كورنيش ديال مدينة أزمور اللي هو المتنفس الوحيد لساكنة مدينة أزمور، اللي هو هذا الكورنيش اللي كيعتبروه الكورنيش الجميل، الكورنيش الرائع بهذا المكان هذا. يعني نداء الساكنة، الساكنة كتوجه نداء للمسؤولين ولا نداء للمجلس البلدي ولا المنتخبين، ولا انهم يجيو يعتنيو بهذا الكورنيش هذا. كيف ما كتشوفوا
يعني غير الموتور اللي كيضوي على هاد البلاصه هادي. شوف يعني هنايا راه كاين اشواك، كاين الشوك، يعني راه كيكون هنايا تعابين كيكونوا العقارب كيخرجوا هنا، وفي الليل الناس ما كيشوفوهمش حقاش ما عندكش كي غيشوف دير تا كتشوف. يعني كاين اشواك كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، يعني كاين الشوك يعني الا حيدنا الفلاش ما غيبقى يبان والو. عبد الكريم الزياد تحياتي سي حموده، تحيه متبادله اخي العزيز بارك الله فيك، تحياتي لجميع مشاهدي قناه شوف تي في. يعني كاين الشوك ما غاديش يبان لكم، ها هو يعني تا بنادم في الليل في الظلمه كيدوز كيضرب الشوك، كيدوز كيضرب الشوك. يعني شوف هذا الكورنيش ديال مدينه ازمور، فالساكنه ديال مدينه ازمور كتطلب من الناس اللي مسؤولين على هذا الكورنيش، اللي مسؤولين على الجماليه ديال هذا الكورنيش، انهم يدخلوا باش يصلحوا هذا الكورنيش هذا. كيف ما كتشوفوا ما كاينش سياج حديدي في هذا المكان هذا لهنايا، يعني ناس كتخاف، ناس كتخاف انها تكريسه، ناس كتخاف على وليداتها. يعني ديك المتعه ديال نهر ام الربيع، ديك المتعه ديال هذا الكورنيش هذا ما كتكتملش ملي كتشوفوا، ملي كيشوفوا الناس والساكنه ديال مدينه ازمور كيشوفوا كاين الظلمه، يعني كيشوفوا ان الناس ما يقدوش يوصلوا هنايا، يخافوا انهم يتكريساو، يخافوا انه توقع عليهم شي حاجه. فهذيك المتعه ديالهم وهذاك المتنفس الوحيد ديالهم اللي هو نهر ام الربيع ما كتكتملش وما كيستمتعوش به صراحه مشاهدي قناه شوف تي في. وانتم معنا على المباشر هذا كورنيش ديال مدينه ازمور. يعني الا شفتوا غير الدراجه الناريه اللي جايه من مورايا هي اللي غادي تضوي لكم. شوف يعني هاد الدراجه الناريه هي اللي كتضوي، يعني مشاش الدراجه الناريه مشات مع الاضاءه ورجعنا للظلمه. يعني هذا الشيء اللي كتشوفوا دابا غير الفلاش ديال التليفون، حنا نحيت الفلاش ديال التليفون، يعني الظلمه صراحه مشاهدي قناه شوف تي في هذا الوضع ما راضينش عليه الساكنه ديال مدينه ازمور، كيتمنوا ان يكون عندهم كورنيش جميل، كورنيش رائع انه يليق بالساكنه ديال مدينه ازمور ويليق حتى بهذه المدينه، المدينه التاريخيه، هذه المدينه الجميله المطله الهادئه النائمه على ضفاف نهر ام الربيع. كيف ما كتشوفوا يعني مشاهدي قناه شوف تي في ملي كنا في هذيك الظلمه خرجنا هنايا لقينا الاضاءه، يعني الناس ممكن انهم يتجولوا هنايا، ممكن انهم يتساروا هنايا، ولكن ما يخافوش، يخافوا انهم ما يوصلوش لديك البلاصه، اين حقاش يخافوا انهم يتكريساو، يخافوا انه يوقع عليهم شي حاجه. مشاهدي قناه شوف تي في الساكنه ديال مدينه ازمور كتوجه نداء للسلطات والناس المسؤولين على هذا المكان هذا انهم يعتنيوا به، انهم يليق بهم من طبيعه الحال. فتحيه لكم مشاهدي قناه شوف تي في، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر، الى ذلك الحين كنقول لكم الى اللقاء، السلام عليكم.